الحبل وعند الفنز وبفتح. يا مساء الفل والسعادة عليكم وعلى كل مشاهدين فري تايم. أم كلثوم بتقول شاغلني وانت بعيد عني، شاغلني وانت قصاد مني. طب ده الكلام ده في الحب. طب والجواز؟ في ناس بتشتاق لبعض بعد الجواز وفي ناس لا، وانت وحظك بقى، يا تشتاق يا تجري وتقول يا فكيك. المهم يعني مش هطول عليكم، احنا حبينا ندخل في حتة اجتماعية كده ونعمل مسابقة اسمها ألذ كابل. يعني ايه؟ نشوف كده انت لو قاعد قدام الفيسبوك وقلت انا في علاقة جامدة جدا واحنا فعلا ألذ كابل، قدم في المسابقة زي الكابل الامارات اللي قدموا معانا النهارده وقالوا ان هم هيكسبوا في ألذ كابل. عاملين ايه؟ الحمد لله نعم ربنا استاذ. محمد ومريم امبراطورية مين؟ عاملين ايه بقى؟ الحمد لله استاذ نعم. اخبار الجواز معاكوا ايه؟ الجواز 100% الحمد لله. شايفين ان انتوا ألذ كابل؟ الحمد لله. يعني واثقين ان احنا هنكسب؟ هنكسب. احنا كان في معانا كابل فطاحل في الحلقات اللي فاتت، هنكسحهم. واثقه من نفسها. بدا يجيب ورا نطلع فاصل ونرجع تاني. تمام. جاب ورا نعدي له الحلقه. طب الجواز تاني؟ لا. طب مالك؟ نعم ماشي اتفضل. افتكروا كل حاجه الفجر. الفجر مضاءات الفجر وعقود الفجر، كل حاجه بيفتكروها الفجر. انا اسف جدا بس العقود دي لازم تتوثق في الشهر العقاري يعني، ولازم اوديها الصبح. تفتكروا الحاجه الفجر دي؟ معلش علشان انا يعني لسه مخلص العقد دلوقتي. لا اتجوز صراحه. اتجوز اديني اقرا. اديني فرصه اقرا بقى. طب باصص لي ليه؟ هقرا انا هجري. لا انت لو مت هتجوز مكاني. صراحه هتجوز. استاذ محمد ازيك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا. ايه ده انت مش فاكر دي؟ خدش بالي من حضرتك، انا قلبت عليك الدنيا. انت غيرت رقمك؟ رقم ايه يا استاذ؟ لاخره 37. انا رقم ده. ده انا نزلت لك الطلبيه. تربيتي يا باشا. راجل عيب فيه. مش 1000 جنيه يعني اللي مش مهامك يعني اللي هم اللي هيخسرونا بعض. 1000 جنيه. 1000 جنيه. ايه اللي 1000 جنيه؟ بقيت اتعبي. اتعب ايه؟ ما قلتش حد محمد موكل عندك؟ طبعا. معقوله؟ ايوه. طب ده القاضي؟ ما قلتوش قبل كده على فكره. مين انت يا استاذ؟ ايه عملت له ايه يا استاذ؟ محكمة الاسره لما كنا بنخلص المشكله بتاعت المدام. محكمة الاسره؟ ايه ده؟ رحتوا المحكمة؟ هو طلقني؟ طلق مين؟ المدام بتاعتي يا باشا. دي المدام؟ اه. لا ده كده كده اعتقد في شيء تفاهم. ما شفتش حضرتك قبل كده. مش المدام. ومش محمد. دي المدام. خلصتي طيب؟ انا خلصت. طب معلش اترزع بس كده. كده تمام؟ اترزع بس. المدام ايه؟ اتفضل. معلش انا اسف جدا. هو انت من الطلبيه؟ حافظ وشك. ما اعرفوش. مش عارف ان انت من الطلبيه صح؟ انا ما اعرفوش. هو انتوا من الطلبيه اصلا؟ انت من الطلبيه؟ انا؟ لا انا من عادي بس كنت ساكن في الطلبيه الاول. يعني من الطلبيه اصلا يعني؟ انا ما اعرفوش يا باشا. شمع ضهر ايده؟ انا ما اعرفوش. والله؟ والله. والله بقول لك ما اعرفوش. طب وايه محكمه الاسره؟ انتوا كان عندكم مشكله يعني قبل كده؟ لا انت عارفين ان انا اخونك. انتوا متجوزين بقى قد ايه؟ هتجوز عليكي؟ هو هيكذب؟ ايه اللي هو ايه اللي انت عبيط؟ ان انا اتجوز عليكي؟ ايه اللي ايه اللي انت ما انت مالك فيه؟ انت عايز ايه؟ انا مش عايز حاجه. طب اقعد بقى. اقعد لما قاعدين اهو. طب اقعد. انت مالك متحولتي ليه كده؟ انا بتحول؟ هو في ايه طيب؟ طب ماشي خلاص حقك عليا. لما نروح نتكلم في البيت. هو انتوا متجوزين بقالكم كام سنه؟ سنتين. طيب يعني حصل خلاف مثلا رحتوا فيه المحكمه؟ امتى بقى؟ لا انا ما اعرفوش يا استاذ. وايه كمان؟ طب عندك قرايب مثلا بنفس الاسم او حاجه؟ خلا مش شبه 40 يا استاذ. 40 عندك قرايب من السكن صح؟ شمع ظهر ايده. انت شايفه ايه يعني؟ مش شايفه. ماشي انت اصلا مش شايفاك. ما هو بنفس الكلام ده عشان عيب. لا مش عيب، ما بقاش فيه عيب خلاص. ازاي يعني؟ يا جماعه طب يمكن انت عندك قريب طب تاني بنفس الاسم مثلا جارك يعني مثلا انتوا كعيله ساكنين في انا ما شفتوش قبل كده. عندك قريبك مثلا عمك ابن خالك اسمه نفس الاسم؟ في تشابه اسماء كتير حضرتك. طب اكتب بقى. خلاص بقى اكتب بقى. خلاص بقى صوتك ما يعلاش يا اما براحتي يا عم. انت مالك يا عم؟ متعليش صوتك. يعني ايه يا عم؟ ايه صوتي؟ صوتك والله. هضحك. حاضر لما نروح البيت اخاف بقى واتخض واضحك بقى واقول يا ماما الحريم. هو انت كمان من الطلبيه؟ لا. طب ايه في ايه؟ انت عارف ان انا اخونك؟ لا هو انت تخونة. انت كان عندك يعني هو مش خيانة. انت كان عندك مشكلة يا حبيبي. انت مش بتصرف على عيال ولا ايه؟ وانا بصرف عليك انت. والله؟ والله. امضي على ورقتين مش ورقة واحدة. اتفضل. امضيتي على اول ورقة. يا رب. التانية دي. طيب مالك؟ انا عايز امشي يا حبيبتي. مالك يا حبيبي؟ مفيش يا حبيبتي. اتفضل ادينا قاعدين. قاعدين. ماشي اتفضل. لو اقرا بتوديني على ايه؟ هو هيعضك؟
في ايه مالك؟ انا اللي مالي؟ ما انا ببص لك اهو. اه اتفضل. خلاص؟ طيب يا حبيبتي. ايه انت بتتعرق ليه؟ مالك؟ انت بتزعقي لي كده؟ ما بزعقش. ما تزعقيش. طيب. عايزك لحظة بس. نعم استاذ. لحظة بس. هتشبع عادي تاني؟ لا نعم استاذ. نعم. هتقول له حاجة اه. قولها قدامي. عايزك كلمة على انفراد. انت تعرفني؟ ما تخافش. خلاص. انت مات انت. انت تعرفني يا استاذ؟ وطلقت ايه وجوزت؟ لا انا ما قلتش إيه؟ طلقت وما طلقتش. ولا في يا استاذ؟ استاذ فؤاد. دي المدام. استاذ فؤاد حضرتك تعرفه؟ دي المدام. اعرفه. اه؟ اعرفه يعني. موكلك؟ بقول لك دي المدام. لا لا مفيش. ما تتكلميش بايدك عشان عيب. انت هتعبط؟ بقول لك ايه اللي هعبط؟ هتعبط؟ انا ما اعرفوش. والله؟ ما اعرفوش. استاذ فؤاد هو موكل عندك؟ لا لا هو هيبعت لي الحاجه على فودافون كاش. ما اعرفش فودافون كاش ايه يا باشا؟ فودافون كاش ايه يا باشا؟ يعني انا طلعك فودافون كاش ايه؟ يعني انا طلعك من تبديد منقولات تبدد عليا انت في تبديد منقولات ايه يا باشا؟ دي بقول لك المدام. مدام ايه بس؟ مدام ايه؟ ايه بس انت؟ دي المدام. والله انت بحكي لي بقى مين بقى المدام الجميله دي؟ خليه بقى هو يقول لحضرتك. والله والله يا باشا انت ازاي يعني؟ مدام ايه؟ ومش هسيب ايدك دي. مدام مين يا عم؟ لا مش هتعبط انت عبيط ولا ايه؟ ايه؟ اتفضل. انا ما اعرفوش خلى بشبه الباقي. يا حبيبي اتفضل. والله تبديد منقولات ايه؟ وانت عندك تبديد منقولات؟ انا ما اتجوزتش قبل كده. دي مراتي. طب وانتوا في عقد الجواز بتاعكوا كتبت ان لم يصبح عقد جواز سموح؟ عقد جواز سموح معلش. ازاي يعني؟ مالك بقى؟ ازاي بكلمك انا ازاي؟ مش كتبته في عقد الجواز ان لم يسبق لك الزواج ولا انت اتجوزت عليها في السر وبعدين طلقت ولا ما اتجوزتش عليها؟ والله العظيم. يبقى اتجوزت قبلها؟ ولا قبلها وما اعرفوش. هو انت كده حلو يعني؟ امال ايه؟ انت مصدقه برضو؟ انت اصلا مش مظبوط وهطلع عليك اكل لما اقسم بالله ما خليك نافع. اما نروح البيت ومش هرد عليكي عشان انت عبيط يا اد ولا انت انت في جننتي؟ ايه؟ اتجننتي؟ انت بالراحه يا جماعه بس شوية. بالراحه عشان احنا صوتكم والقناه بس انت 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 هو هيرجع من فاصل امتى؟ ايه؟ هيرجع من فاصل امتى؟ احنا هنرجع خلاص. اتفضلي لما نروح. اصل انت عندك قابليه لتعدد الزوجات انت لسه قايل كده من شويه. تمام. اصل يعني هو عليه ديون وعليه عفش عليه واحده عندها عيال هو بيصرف عليها. انت رحت فين؟ رحت عند اللي هي حماتك يعني؟ اللي هي حماتك بتدحر صح؟ اللي هي حماتك والله؟ انا هروح عند امك برضه. روح لها عشان اشوف الغلط اللي انت غلطتيه. يلا بينا. غلط اه. يلا بينا. اتفضلي. يلا استنى بقى نرجع. يلا بينا. 5 4 3 2 1 ورجعنا لكم تاني من الفاصل مع ألز كابل محمد ومريم. رجعنا لكم تاني. قولوا لي بقى محمد الانسان والراجل عامه شايف ايه مكملات الرجوله؟ الراجل الصح ان هو يتجوز عليها. الراجل الصح اللي يشوف لقمه عيشه صح، اللي ينتبه لبيته، ما يفكرش في اي حاجه تانية. وانت ما انتبهتش ليه؟ ما انا منتبه ليكي. اه يا جماعه احنا في تمام معلش حمنتش ده. كمل يا حبيبي. طب حمنتش احنا ستوب وحمنتش ده. احنا هنسال هناخد من اجابه استاذ محمد. يلا معلش. ماشي معلش يا استاذ احمد. يلا ممكن بس الاستاذ توسع شويه ترجع عند الكورس اللي وراها دي. اه بالظبط اللي ورا ده ماشي. بس انا هسمه. انا هسيبك خالص واخلص منك. هنشوف. يلا بينا. 5 4 3 2 اتفضل. ورجعنا لكم تاني من الفاصل وألز كابل محمد وماري. محمد انت كراجل شعبي من مكان شعبي يعني معنى الرجوله، شايف ايه مقاومات الراجل الصح؟ الراجل الصح اللي هو يشتغل ويشوف بيته ومن بيته لشغله ومن شغله لبيته ويشوف البيت ناقصه حاجه يجيبها، ما يقضهاش في الهلس وفي الفضيان عشان ما فيش اساسا واسع كده. للكلام ده زي كده يعني طبعا زي كده مثلا اعلى طبعا لده طبعا زي في ايه حضرتك زي كده انت كمثل اللي انت بتقول ان انت بتراعي بيتك وبتراعي اكل عيشك وبتعمل ده كله. اه يا باشا. طيب انت شايف الراجل لو انت في راجل قدامك وبتحترمه وبتقدره جدا ومفاجاه حسيت ان هو كذب تمام او دارة او خاف او عمل حاجه، في فرق بين الخوف وفي فرق بين الكذب. بينزل من نظرك؟ اه في واحد بيخاف وفي واحد بيكذب. اللي بيكذب ده بينزل من نظري. بينزل من نظرك. اه اللي بيكذب او اللي بيعمل حاجه وينكرها او بيعمل لك انت خليك راجل قد كلامك وافعالك. تمام. فانت شايف ان الراجل لو مبقاش قد كلامه وافعاله ينزل منها؟ ما اقولش حاجه لو انا مش هقول حاجه ومش اوفي بيها ما اقولهاش. وانت طب لو رجع بيك الزمن تجوز مريم تاني؟ هتجوزها مره واثنين وثلاثه. انا مش هتجوزه بقى. هتخسره. ستوب يا جماعه هتخسره يعني هتخسره المسابقه عادي ما ينفعش.
معلش انا يعني ما احنا نكت ونرجع من سؤالها. معلش يا ورا الموزع اصلا مش هقعد احب فيه ورا الموزع. معلش احنا على الهوا. على الهوا اتفضلي عشان تكسب. مش اتفضلي. هناخد من اجابتك. لو رجع بيكي الزمن تاني تتجوزي استاذ محمد؟ اتجوزي. تتجوزي؟ طب حلو قوي. لو انتي بتختاري لبنتك في المستقبل زوج تختاري لها كام في المية من مواصفات باباها؟ ولا حاجة. يا انت شايف ان هو عظيم قوي كده فمش هتلاقي زي تاني؟ كل حاجة ما شكرا مرتين بقى. بس انتي كده هتخسري. تمام. بتجرحي فيه وبتهيئهني قدامنا على الكاميرا. ما هو موزق فلازم يتهزق. ما ينفعش الحاجات دي ممكن تتاخد. دي بتهزق لنفسي. خلاص. لو ما خلصتش يعني. خلاص. لو ما خلصتش. خلاص. يا جماعه ستوب وقفوا الكاميرات. ما ينفعش. ما ينفعش ان احنا حاجه زي دي ممكن تنزل تتسرب تنزل هيبقى شكلكم مش حلو. عايزه عشان يعرف ان انا راجل موزق ومالوش لازمه وبيروح يتجوز وعليه فلوس. انت مالك فيه ايه؟ يا جماعه ستوب اسمعوا معلش دقيقه بس ثانيه. ماشي اوكي يا استاذه. هتؤمن بالله؟ اصلا بضحك على منظرك عشان انت عبيط. اعمل بلوه داريها ادفع الفلوس اللي عليك يا مهزق كمان مديون. والله والله نشوف هتعمل ايه بقى. سهل ايوه. ايه كمان يعني؟ مش تبقى طمن يا حبيبي. انت مهزق. انت ما عارفش لازمه. انت مهزق وما عارفش لازمه. اقسم مين انت اللي متجوزت عليا؟ ما اتجوزتش عليك. تعالى امزح الرياله من على بقي بقى. تعالى امزحها من على بقي الرياله. خلاص طيب. والله مين بقى دي؟ خلاص. مين بقى دي؟ خلاص. ما دي واحده انت واخدها من على الشارع الجوزه اللي عارفه تضحك بقى فضحيتك بقى في الاخر بقى. والله كان بتدافع عنها. انت عبيط ولا مالك؟ انت في ايه مالك؟ ماليش. صوتك ما يعلاش يا بت. هتعمل ايه انت عبيط؟ خلاص يا بت. هو ايه اللي خلاص برضو. مالك انت مالك متحوله هو ماله بيك؟ فيك ما اعرفوش بجد والله العظيم. بجد والله. انت مالك فيك ايه؟ هصدق. حاضر. اتحولت ليه كده؟ معلش انا اتجوزت عليك. ما تعرفيش تتجوزي عليا. والله انا هروح اتجوز عرفي. مش برسم بقى هروح اتجوز عرفي. والله ابقى رخيصه بقى شويه. عشان بقى يلا هتعمل ايه يعني؟ مش موجوده خالص. مرخص انت مرخص بس انا عايزه. انت مالك ارخص يا عم. انت مالك؟ خلاص. وايه اللي خلاص؟ انت عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه. اهدى على نفسك شويه. وما هدتش. عم نروح البيت نشوف الكلام دوت. اهدى على نفسك شويه. وايه كمان يعني؟ اهدى على نفسك. ايوه كمان. انت مالك اتحولت لي كده؟ يا عم انت مالك يا عم؟ مريم مريم. خلاص. يا عم انت مالك؟ مريم مريم. وايه اللي خلاص؟ مريم 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 اهدي شويه. خلاص. اهدي شويه عشان انت كل ده الكاميرا دايره. ما ينفعش. ما في داهيه. ما هو هتتفضحوا. ما يتفضح. هتتفضحوا. مش هينفع. انتوا كمان هتتفضحوا. لا انا رخيصه وهو راجل موزق وما عرفش يعمل اي حاجه فعادي. هيقلل منك انت. ما الراجل لما يتجوز على مراته هيقلل منها. انت كده هتبقي. ولو اتجوزت انت زعلانه ليه؟ زعلانه ليه؟ اه. انت متجوزني ليه؟ انا اتجوزت. متجوزني ليه؟ انا مقصر معاكي في حاجه؟ انت متجوزني ليه؟ مقصر معاك في حاجه؟ متجوزني ليه؟ بس انت عمال تقول اتجوزت اتجوزت تقول لك مش متجوز. خلاص انا هروح اتجوز واروح مع واحد تاني واقول له انا اصلا مقصر معاك في ايه؟ الكلام ده شرع مين ان شاء الله؟ انت مالك يا عم؟ لا 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 ما ينفعش. ده مش شرع الدين. هنتجوز ازاي في الدنيا؟ انت بتدوس على الارض فمالكش دعوه. ايه؟ يا اما ارفع مالكش دعوه يا عم. انت مالك؟ لا لا ما ينفعش الكلام ده. لا 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 ما ينفعش الكلام ده خالص. لا ينفع. لا ما ينفعش. ينفع. لا 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 ما ينفعش. ربنا هيحاسبني مش هو. لا 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 ازاي تقولي كده لجوزك؟ مش هو. ازاي تقولي كده لجوزك؟ ما تكلمنيش كده تاني دلوقتي راجل يعني؟ ما تكلمنيش كده تاني. يا راجل؟ لا لا ما ينفعش. ما ينفعش والله. ما ينفعش كده. ما ينفعش. ايدك دي بقى جنبي. يا ما استعبطش يا عم. لا لا. انت مالك؟ خلاص طيب اهدي على نفسك. هو ايه اللي خلاص يا عم؟ انت شغل عبط انت فيه ده. اهدي على نفسك يا مريم. يا مريم اهدي. توريه رد فعل. مريم مريم ما تقفوريش قوي كده. ولو اتجوزت يعني عادي. معلش ما تقفوريش. توريه رد فعل. ما تقفوريش. ما تبقيش اوفر. ما تبقيش اوفر. لا مش اوفر. ما تبقيش اوفر. يعني ايه مش اوفر؟ يعني بالراحه كده. بعدين ما ينفعش تقولي كلام غلط. ما ينفعش تقولي ان انت تتجوزي عليه تصاحبي عليه. ما ينفعش ده كلام يتاخد عليك. يا حبيبي اتجوزت عليا انت خاينه. ما فيش بنت اصول تعمل كده. والله انا بنت كلب. انا بنت راجل. العيب مش العيب مش عليك انت. العيب على اللي رباني. اوعي بقى اتجوزني واحد زباله زيك. وانا مش هرد عليك. هرد على اللي في البيت عشان لو كسرتك دلوقتي في كبير يترد عليه. والله انت والكبير. والله شو ابويا انت والكبير. يا عم انت مالك؟ ماشي يا حبيبي يا محترم. يا جميل بهدوء اهو. يا حبيبتي يا حبيبتي انت بتغلطي كتير قوي. بتغلطي في الاب وبتغلطي في البيت وبتغلطي في الدنيا. ما تقفوريش. هو مهما كان الموضوع اللي حصل
ما ينفعش قصاده الغلط ده. لا اصل يعني هو قد ايه بيحترم الجيرانه بتصرف على بيتها ويحترم مراتها. انا دلوقتي بيحبها. انت كده هتخلي الناس كلها تقول هو له حق انه اتجوز عليها لان هي بتغلط فيه ولسانها طويل. انا ساعتها لا ما ينفعش كده. انا النظام دوت ما تقولش لسانها طويل. انا اتجوز واحده ما تردش على الرد اللي انت رديت عليا. قبل كده ماشي. انا ردت قبل كده ماشي. اي يعني ماشي. ما ينفعش الست بتبان وقت غضبها. انا لازم تحترم الراجل مهما كان حتى لو هتطلع منه. هو انت انا حاسس دلوقتي انت الراجل وانا الست. ما ينفعش. انت مالك في ايه؟ ما ينفعش خالص. ما ينفعش. انت تمام. انت تمام. ما ينفعش. بهدوء قوي يا حبيبي. آه. يا جميل. يا قمر. بتنقط عسل. يا سكر. انت حتى لو بتخلعيه في المحكمه حالا ما ينفعش تشتميه وتغلطي فيه يعني لان كل واحد بيبقى نبذه عن بيته وعيلته اللي جاي منها. فانت بتغلطي بالفاظ حتى غلطتي في باباكي ف مهما عايز. كان هو اهم من باباكي. سهله سهله. انا لما اروح لباباها في البيت هشوفها هخليه يكسرها. كسرني. ما ينفعش. اللي جابوك. وربنا يكسر اللي جنبك. انت عاوزين اغلط فيهم عشان تروحوا تقولي لهم هو غلط فينا صح كده؟ والله بص الكلام. طب هي دي الحريم. ما انت كده عشان كده عشان كده هتخلي الناس تقول لا لا انا هو... عشان كده انا هتجوز. انت كده هتخلي الناس يقول معاه حق ان هو اتجوز. انت اتجوزت؟ لا انا هتجوز. انت اتجوزت؟ انا هتجوز. لا اتجوزت. ما هو هتجوز. ما على فكره مدينك يا معفن. هتجوز يا معفن. ده مدينك. انا معفنه؟ اه انت معفنه. تقولي قولي ليه معفنه؟ عرفتي ايه ده معفنه؟ يا حبيبتي انت كده هتخلي كل الناس يقولوا حتى اللي موجودين معانا هنا في الاستوديو يقولوا معاه حق يتجوز دي لسانها طويل. خليه يتجوز عليا تاني وخليه يطلعني بقى عشان اصلا اخترت غلط. اخترت غلط؟ انت مقيح. انت ما تتشافيش. انا ما اتشافش؟ والله؟ احنا ممكن ندخل لك المحامي عادي يخلعك مفيش مشكله. دخلي المحامي بس ما ينفعش تغلطي كده. اه عشان احكي بقى القصه كلها بقى. شوف بقى مين بقى اللي اتجوزها دي بقى ومكان مدلعاه. والله يا استاذ احمد استاذ احمد استاذ احمد يعني ممكن تدخل لنا طيب حد يفصل بقى. أنا دخل محامي و... ويا ريت نكلم الاعداد بعد كده يا جماعه يعني انترفيو للضيوف قبل ما يجوا بعد اذنكم. عشان احنا عالم زباله. عشان هو زباله. احنا برنامج كان كاتيجري فنانين وكان كاتيجري ناس اي كلاس. فاحنا كده وصلنا ان بنسمع الفاظ في الاستوديو. الفاظ فما ينفعش يا جماعه. دي اسرار بيوت. انا اسف. دي اسرار بيوت. في مشكله حقكم عليا. انا اسف. وده اعتبري ده سوء تفاهم وحلوا مشاكلكم بهدوء. يا ريت و... عشان احنا خلصت. شوف بتعمل ايه. يعني انا غلطان؟ اه. ده انا داخل اعمل معاكي واجب. واجب؟ اه. شوف بس مدانا بكام بس الاول. انا معرفوش. انا معرفوش. بقولك في وشه. اه. طب اقولك على حاجة بقى. انا عقابا ليه على كذبه. انا ممكن اخلعك منه مجانا. ومش هاخد منك جنيه تعالى. تخلع منه. والله راجل محترم. الله يخليكي. وربنا راجل محترم. ايه اللي راجل انت فيه؟ طلعت قضية يا استاذ. وإن انا مالي يا عم انت عبيط. ما تهدى على نفسك يا بت. يا بت اه. نعرفك؟ لا انت دي دي المدام بتاعتي انت. أيوة. انا شفتك قبل كده. ايوه ما هي دي المدام. بس أنا دي المدام اللي انا خلعتها. لا هي دي المدام بتاعتي انا ما اتجوزتش قبل كده. سبحان الله. انا شفتك قبل كده. انت متخيل ان المشكله دي كلها سببها 1000 جنيه؟ 1000 جنيه. انت متخيل ان انت عندك حاجه انت محطوط فيه ده بسبب 1000 جنيه؟ انا بتكلم معاه. يا عم انت عامل ايه؟ صوتك وانا بتكلم معاه. ما زدتش بقى. ايدك دي جنبك كده. ما زدتش. ايدك دي جنبك كده كده. ما زدتش بقى بجد. انت تعرفني؟ هو انت كان عليك حكم سنه المفروض كمان بتمديد منقولات وكده؟ حكم سنه ايه يا استاذه؟ وطلعته منه وبدد عليا انا. انا ما دخلتش يا باشا اسمي قبل كده. يعني هو سرق العفش بتاع مراته. تمديد منقولات بقول لك. منقولات زوجيه. 25000 جنيه. عنده عيال بقى ولا لا؟ لا دي اسرار الموكلين ما اقدرش اتكلم فيها. اسرار موكلين. اه انت والموكلين. انت معايا ولا معايا؟ انا بقول لك انا ما اعرفوش يا جماعه. ما لا هو انا ممكن احبسها على فكره. انا ما اعرفوش. اه انا ممكن احبسها بصراحه يا جماعه. هطلب لها الامن. يلا حلال عليكي. انا هطلب الامن. حلال عليكي. لا يا استاذ احمد بعد اذنك لو سمحت احنا مليون مره نقول ان الحلقات اللي بتصور بالليل نبقى عاملين انترفيو للضيوف. نقوا ضيوفكم. نقوا ضيوفكم. مش كده. احنا انت عايزه ايه يعني حبيبتي؟ البرنامج ده اسم البرنامج ده قعد فيه فنانين. فالالفاظ اللي عمالين نسمعها الفاظ اللي عمالين نسمعها والشتايم والحاجات اللي عمالين نسمعها دي. بتدخل محامي بيفتح موكلين ان هو قد ايه متجوز. سبحان الله طلع عارفه وطلع متجوز. طب ما جوزك بقى هو اللي عليه قضايا بقى وبيسرق العفش وبيسرق الفلوس. عامل لك ايه بقى؟ ما انت اللي ما سالتيش عليه في شرعه قبل ما تتجوزيه. وايه كمان؟ ما يلا نقوم بقى. وين الحلقه اللي مالهاش لازمه دي وخلاص؟ ما هي لازم ننهي. بس انتوا جيتوا خلاص. هو خد فلوس فانتوا لازم تصوروا للاخر. خد كمان فلوس؟ طب فانتوا لازم تصوروا للاخر. فلوس ايه؟ بينكر اصلا حوار فلوس. لا بينكر بقى براحته. هو حر. انت كده كده المحامي اللي قال لهم 1000 جنيه عليه قضيه مش هيضايقكم انتوا؟ ما اعرفوش. ما تعرفوش؟ انت تصدقني؟ اذا كان انت كان عليك حكم سنه. ما هو سهل. انت مالكش لازمه. انا عليا حكم سنه زي ما محمود بيقول. او طلعك منه. رد عليا. منقولات. هو هيكذب عليك؟ هو هيتبلى عليك؟ هو انت نايمه في بيت تاني؟ وانا ما اعرفش يا عم. انا في بيتي. انا في عامل تمالك. انا زنان في الشارع. هو المحامي عرف منين ان رقمك اخره 37 موبايل؟ وان هو من الطلبيه.
وانك مش طالبية شمع على راسي محمد وانا اسمك محمد. اصل مش ممكن كل ده طالبية ومحمد رقمك اخره 37. ماما ايه؟ خدش بالي منه. ما احنا ممكن بسهولة جدا مع امن المدينة قبل ما تطلع من الباب نسأل اذا كان عليك حكم سنة ولا لا. انا عارف ساعتها اذا كان هو كذاب ولا ساتر. سبحان الله. على الكمبيوتر. اتفضلي يا شيف. فيعني شكلك هيبقى وحش قوي. عادي يا باشا لو انا بكذب. ما انتوا جايبين ضيوف سوابق. يعني الاعداد لازم يتجازى. يعني. ما ينفعش. هو عارف انه عليه احكام ما يجيش مكان زي ده. احكام ايه يا استاذة؟ مش عليك حكم سنة؟ مش رقمك اخره 37. رقم ايه يا استاذة؟ رقم موبايلك اخره 37. رقم 37. اهدي يا بت شوية. هتزيد؟ اهدي شوية. هتزيد؟ اهدي شوية. والله. انت مالك نار لي كده؟ نعم. كلمني الاستاذ عشان ماشي يا استاذ احمد. قوم نروح. انا مش مروح. قوم نروح. انا مش هروح. قوم نروح. لا لا ما تغزلش. صدق المعاني انت نايمه في حضني. انا في حضني مين؟ لا في حضن زباله. صندوق زباله مرمي على السرير كده اهو. اهدى على نفسي طيب، ما تقلك عارف، اهدي، اهدي مالك يا ابو البنايه؟ والله العظيم اطلع ميتين اهلك، والله العظيم اهلك دول ما خلينا في عيني. والله. انتوا عيلة اصلا. انت عيلة بنت بنت شبه عيلتك. لو عيلة نظيفة كانت جابت واحدة نظيفة. واحدة نظيفة؟ ما انا زبالة عشان اتجوز واحد زبالة زيك. ماشي. ازاي بتجوز الزبالة اللي شبهه؟ ماشي سهل. مين بقى انت اتجوزتها دي؟ مين بقى انت اتجوزتها دي؟ وينفع ان انا اتجوز عليكي؟ اه. انت ينفع؟ انت عاوز ينفع ابص لحد غيري؟ اه عشان انت عاوز برضه. لا لا ما ينفع اخلص بعد اذنك يعني. طب يا ريت بس جاوبوا يعني اجابات تنفع حتى على الاقل يعني للحلقه عشان نروح عشان نخلص عشان هو واخد فلوس زي ما قلت لك. واخد فلوس اه واخد السم الهادي ان شاء الله. تدفحيه ان شاء الله. طب ايه هتفضلوا تشتموا في بعض وما نصورش؟ لا طبعا اتفضلي. ما تفضلش نروح بيتنا. يلا. يلا استاذ احمد خلينا نخلص بقى. يلا بينا. يا ريت اختم الاخر. 5 4 3 2. ورجعنا لكم تاني من الفاصل الاخير من برنامج فري تايم على ذا كابل. محمد ومريم منورنا. شايفين مستقبلكم في الجواز بعد كام سنه ايه؟ شايفين نفسكم يعني زي السؤال اللطيف بتاع الاتش ار، شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ ده لو بقينا سوا ان شاء الله تبقوا مع يا بنتي يا حبيبتي والله. ما طب انتوا يعني جايين ليه طيب؟ ما لازم تجاوبي اجابات يعني تعالي على نفسك بقى صوري نفسك لمونه 5 ثواني دول. لا ما فيش. عايز انجز عايزين نروح فهم سؤالين وروحي. اه اعملي في اللي انت عايزاه. اتفضلي. عصير الليمونه. شايفين نفسكم فين بعد 5 سنين زي الاتش ار دايما لما بيقول؟ شايف نفسك فين بعد 5 سنين من الجواز يا محمد؟ شايف الحياه حلوه. شايفين نفسكم ايه؟ شايف انت ومريم احنا 100 100 واحسن ناس. مندمتيش ان انت سبتي شغل او ما بتشتغليش وقاعده في البيت كزوجه لجوزك وبتراعي بيتك، ولا حاسه ان محمد لا خلاكي مش حاسه بالندم ده؟ لا عايزه انا عاوزه اشتغل اشتغل. ما ينفعش يا استاذ اللي عندنا ما ينفعش الست تشتغل. ليه؟ لا انا اتجوزت تمام، انا مسؤول ان انا اصرف على بيتي اكفي بيتي. طب لو مريم قالت لك انا عايزه اشتغل؟ ما ينفعش تشتغل. ما ينفعش ليه؟ ما تشتغليش. ليه ان شاء الله؟ الكلام ده كان عند ابوك وامك. ما رحلهم تاني. لما تروح لهم بقى بروح اشتغلي. تروح لهم زيارة. اه. ان شاء الله هتروح مش هتيجي. طب انت مريم. مريم محمد عايزين تقولوا حاجة تاني؟ ميرسي. عايزين نقول احنا شرفنا بحضرتك. واحنا كمان اتشرفت بيكم. تمام. واحنا كمان اتشرفنا بمحمد ومريم جدا، نتمنى لهم حياة زوجية سعيدة، ونتمنى ان انتوا تصوتوا لهم وياخدوا أعلى أصوات ويكسبوا. شكرا. ينفع يلا؟ ثواني بس انتوا دلوقتي هتتصالحوا عشان انا مالك. عشان لو في مصلحه انت اعملها. مالك انت مالك يا عم؟ انت مالك؟ انا اولى بيها. انت ليه دخلت انا اولى بالمصلحه؟ انت يا استاذ انا ما اعرفكش ليه دخلك تاني. اولى بيها ايه يعني؟ لو في مصلحه مش هتوكلك اكيد انت وهي وكلت. لا لا هتوكلني على الاقل تغطي ال1000 جنيه اللي انا عايزها منك. 1000 جنيه برضو انت باين عليك نصاب. انت لو كنت دفعت ال1000 جنيه هو نصاب. 1000 جنيه ايه؟ معاك صوره بتاعته يا استاذ؟ لا مش معايا. امال معاك ايه؟ طب ما يثبت اللي يثبت يا باشا. معايا التوكيل. اللي يثبت توكيل القضايا. هات اثبات يا باشا. تمام. انا ما اعرفكش بس انا اعرفك. بس انت وقعتني بينه وبين المدام على فكره. ما انا اعرفك وانا ما اخدش بالي منك. انا اعرفه من نص ساعه على فكره. واحنا كمان نعرفه من نص ساعه. يعني ايه؟ يعني عاملين فيكم مقلب. دي حقيقه على فكره. اسلام مش محامي، اسلام ممثل معانا. واحنا كنا قاعدين بنتفرج عليكم وعاملين فيكم مقلب.
وهو اللي عامل فيكي مقلب. على فكره هو متفق معانا، هو متفق معانا عليك، بس هو كان قصدي يهزر يعني.